من نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف أراد منزل هذا الشرع أن الإنسان في النظر يجمع القرائن، جاء سلمان إلى النبي قال: يا رسول الله، هذه الآية تقول إن جهنم لموعدهم أجمعين، لكن الآية التي بعد هذه الآية ماذا تقول؟ إن المتقين في جنات وعيون. إذن هذه الآية ليست على عمومها، إن جهنم لموعدهم أجمعين، هذه عامة في ما اشترك به هؤلاء الناس في علة الكفر والشرك وما يدور حول هذه المعاني، لكن من اتقى لم يشترك معهم في العلة لا يذهب إلى جهنم. إن المتقين في جنات وعيون. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قصد الظلم الذي به الإنسان يكفر كالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أما إنسان ظلم نفسه في صغيرة دون أن يستحل، هذه تكفرها الصلوات، فعل كبيرة واستغفر وتاب مما لا يكفره إلا التوبة، هذا الله يغفر له سبحانه وتعالى. من كان عنده أعمال يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يشفع له بسبب هذه الأعمال. المهم أن من نظر في القرآن العظيم وتصريف هذه الآية عامة، هذه الآية خصصتها، وهذا مع السنة، لكن أنا الآن أتكلم على الكتاب خصوصا. هذه الآية مطلقة، هذه الآية قيدتها، أو أن السنة قيدتها، هذه الآية لها ظاهر وهذه الآية صرفتها عن هذه عن هذا الظاهر. نسوا الله فنسيهم، هل الله ينسى أم أن مراد النسيان هنا الترك؟ كما تركوا أمر الله كالناس، الله سبحانه وتعالى تركهم كذلك، هذا من باب يعني المشاكل. أجاءت آية أخرى وقالت: إن ربي لا يضل ولا ينسى. المهم، فهذا علم القرائن في القرآن الكريم علم مخيف، يجعل الإنسان إذا أراد أن ينظر يستحضر هذه المسائل. ممكن هذه العامة لها مخصص، هذه مطلقة لها مقيد، هذه مجملة لها مبين، هذه ناسخة، هذه منسوخة، هذه منسوخة، هذا ناسخ، هذا ظاهر، هذا يصرف عن ظاهره، هذه محكمة، هذه متشابهة، هذا على الحقيقة، هذا على المجاز. حتى الناس من اجتهد منهم الآن يبلغ المراتب العليا في الاستنباط والنظر والبحث وإلى ما يتبع ذلك، ويقطع الإنسان أن الذي أنزل الكتاب بهذه الكيفية أراد من الناس أن يعني ينتبهوا لهذه المسائل، لأن الله لو أراد أنزل كل المسائل واضحة، الله خلق السماوات والأرض وانتهى، وكذلك لو أراد كل الآيات، لكن لما جعل هذا مجمل وجعل هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا منطوق وهذا مفهوم وهذا خبر يراد منه وهذا الأمر وله قرائن صرفته إلى الندب، وهذا الأمر قريبا من 30 أمر في القرآن، هذا للتكريم وهذا للإذلال، وهذا لمن قرأ يعني في علوم القرآن رأى التصاريف العجيبة، وكذلك النهي. كيف الإنسان في مواضع التعارض، هذا أيضا له باب خاص. لما أخبر الله سبحانه وتعالى يسألهم أجمعين، وفي آية أخرى قال: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فذهب الرجل إلى ابن عباس قال: لا يسألون، يعني سؤال تكريم. وهذا باب طويل في القرآن العظيم، باب موهم الاختلاف والتناقض. المهم أن من نظر في القرآن العظيم، من نظر في شريعة الله، كيف الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يجتهدوا في تحصيل القرائن، هذا علم خاص وعلم كبير وعلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى تحصيل علوم.
مما يجعل الإنسان يقطع بأن منزل هذا الكتاب حكيم. من حكمته أنه جعل هناك أمور تحتاج إلى القرائن حتى الناس تجتهد في جمع القرائن، قرائن من اللغة، قرائن من العقل، قرائن من الخبر، قرائن من